وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، من قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص كما هو قول أهل السنة، لكنه يقول: إذا نطق الإنسان بالشهادتين ولم يعمل خيرا قط فإنه يكون من أهل الإسلام ويدخل تحت المشيئة، ما حكم هذا؟ كما ذكرنا لكم ما يمكن أنه يشهد ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ويترك العمل بدون عذر، يترك العمل بدون عذر، ما يمكن هذا. المؤمن ما يترك العمل إلا بعذر. نعم. اجمعوا بين الأدلة، ما تأخذون طرف وتتركون الطرف الثاني، والأدلة يفسر بعضها بعضا، يقيد بعضها بعضا، يقيد بعضها بعضا، يبين بعضها إجمال البعض الآخر. لابد من العمل بالأدلة كلها، يجمع بينها. نعم.